صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير لكل متابعي فلسطين هذا الصباح. مشغولات فنية جميلة ودقيقة اشتركت فيها هذه الأسرة لصناعة مشغولات فنية من مواد بسيطة كالخيش ومواد أخرى بسيطة، اشتركوا فيها جميعا لإنتاج هذه التحف الفنية. تابعوا معنا لنتعرف أكثر على تفاصيل هذه الفقرة. أنا كأي سيدة فلسطينية في بيتها بحب إني أنا أميز بيتي بالمشغولات اليدوية بشكل عام، وبخاصة المشغولات اللي بتعطي إضافة للبيت وللسيدة الفلسطينية. فبصراحة في بيتي المشغولات هذه موجودة في البيت، يعني أنا قبل ما أكون أنا في صاحبة مشروع صراحة المشغولات هذه أصلا موجودة في بيتي. حتى أنا في أول مشاركة أو أول مسابقة دخلت فيها تقريبا من 5 سنوات ما جهزتش حالي للمسابقة، وإنما فقط يعني الشباب عندي في البيت أخذوا الأغراض اللي موجودة في البيت فقط، وحصلت على المركز الأول، ومن هنا كانت البداية. نعم، فلما حصلت على المركز الأول صراحة السوشيال ميديا كان له دور في الموضوع هذا، فصار في عندي مطالبة إني أنا أعمل صفحة وأعمل المنتج هذا للمستهلك، أعرضه بطريقة جيدة. فمن هنا بدأت فكرة المشروع. أنا بدأت معايا في إني فزت في مسابقة على مستوى قطاع غزة، ومن هذه المسابقة بدأت فكرة إني أنا أعمل مشروع هذا. فأنا صراحة بدي أيدي عاملة، فكانت الأيدي العاملة الحمد لله أبنائي في البيت. فالمشروع كان أسري، في أولويات، في جامعات، في مدارس، في شغل، ففي أولويات عندنا. فكان الموضوع بده تنظيم وقت، وكان في بده دراسة جدوى، وكان بده تعليم مهارات. صراحة الأبناء كالعادة، أنا صاحبية المشروع بشكل عام، فأنا كنت أتعلم المهارة وأعلمها لأولادي. فالحمد لله بعد 5 سنوات بفضل رب العالمين وجدت أنه الطفل والشاب عندي اكتسب مهارات متعددة. هذه المهارات جعلته أنه يقضي وقت فراغه بشيء مميز، بيكتسب مهارات، وبشكل تاني أنه بيعرض مهارته على السوشيال ميديا، على الفيس، على تويتر، على الإنستا. فلما كانت تنعرض وترد علينا بمردود إيجابي كانت تعطينا طاقة إيجابية جميلة جدا صراحة. صراحة كان عندي في البيت اللي هو المفرش بالجرن تاعون الاسكملات، المضايف، كل هذا كان موجود عندي في الغرفة، وكنت اعلق يعني اعمل معلقات بالمناسبة اللي جاية، مثلا عيد الفطر تكون له تعليقات معينة، مضايف الضيافة كلها تكون بالمادة اللي أنا بشتغل عليها اللي هي مادة الخيش. يعني أنا مثلا بعمل المضايف هذه، ممكن تستغل في شهر رمضان للتمر للمعمول، بعمل نعم صلى سيدنا محمد المفارش اللي بتغطي عندي المناسبة بشكل عام. عندي مثلا مزهريات البيت كلها عندي خيش زي ما انت ملاحظة. عندي كمان باكيت الكلينس بحاول الغلاف تبعه يكون خيش، المضايف،
الحقائب صراحة أنا بنتي بتلبس من شغلي اللي هو حقائب الخيش. كمان عندي مثلا عندنا مناسبة شهر رمضان أقل يعني نحكي فيها، إنه أنا مثلا الفانوس من شغلي، الفانوس بالحجم اللي أنا بدي إياه، بدي إياه حجم كبير، حجم متوسط، حجم صغير، كله هذا من شغلي في البيت. أنا بطعم شغلي بالخرز، بطعم شغلي بالحبات البن المحمص بنعملها في البيت بصراحة، وبنتقبل الآراء من بعض في البيت، بنتقبل مع بعض الآراء وبنظبط، بنحاول إنه إحنا نظبط. في عنا كمان فكرة اللي هي زجاجات الخيش. زجاجيات الخيش هذه أنا بضيف إلها شغلات، يعني ممكن أنا أضيف إلها زي ما حضرتك شايفة اللي هو زلف البحر، بلونه لأنه أنا أصلا رسامة، فأنا برسم على الخيش وبأحط زلف البحر برضو على الخيش وبطعمه باللولو، بطعمه بالخرز، بأضيف إله شغلات. المادة اللي احنا بنستخدمها موجودة لكن بكمية محدودة، يعني اكم من محل الموجودين مثلا عندنا في قطاع غزة اللي متوفرة عندهم المادة هذه، وبتحصل يعني بسبب الحصار انه المادة هذه بتكوني انت باثناء شغلك بتنقطع المادة هذه، فعشان هيك احنا بنحاول انه المادة هذه تكون عندنا بكميات، يعني بنشتري بالجملة بالمعنى على اساس انه لو صار عندنا اي حدث تكون عندنا الكمية المادة الخام موجودة عندنا بكمية، لأنه لو طلب مني إجتني طلبية أو هيك تكون المادة متوفرة عندي في البيت. أنا بحاول إنه الصحن يكون ميلامين عشان يعني يسهل الغسل، مش زجاجي، يسهل الغسل. وبعدين عندنا مادة الغرة اللي بتنحط على الخشب، المادة البيضاء هذه، وفي عندنا اللي هو خيط الخيش بنشتريه من محلات يعني متخصصة في الإشي هذا. صراحة بعلمت يعني الأولاد بلتف الخيط حوالين هذا بنصبر عليه لينشف. في عندي كمان شغل صنارة، يعني في عندي شغل صنارة ممكن ندخله كمان في شغل الخيش، خيط الخيش ممكن أشتغل عليه صنارة غرزة معينة وألف في الخيط. بضل عندي أني أنا كمان الورد هذا مثلا بقصه بطريقة معينة على بترون معين، الورد هذا بأنشي بس مش بالنشف بمادة، لا برضو بمادة الغرة وبأصبر عليه وبعدين بلزقه بطريقة معينة، ممكن بفرد السيليكون أو ممكن بمواد غراء تانية يعني بتصلح للخشب والحاجات هذه، بحيث أنه يضله لفترة طويلة ماخذ وضعه أو ماخذ وضعيته. طبعا زي أي مشغولات يدوية المرة الأولى الوقت بكون مش زي ما أنت تاخدي على الوضع، فبالمرة الأولى ممكن إذا كانت خصوصا الفكرة جديدة فبتلاقي الوقت بيكون أطول، شوية شوية بصير الموضوع عادي، يعني ممكن أي شخص يمسك الشغل هذا يقول كيف غريب كذا، لا أنا ممكن ياخذ مني وقت بسيط، لأنه أنا بكون محضرة المادة الخام عندي، بجهز لما تيجيني طلبية بيكون أنا عندي حاجات مشغولة، يعني عندي كرتونة مثلا بحتفظ فيها بالورد مقصقص ومنشى وخالص الورد جاهز. بكون عندي الحبل هذا أنا بعمله على إيدي مثلا، حبل عريض من عدة خيوط من الخيش، بكون أنا مغرياه كويس وبستنى مثلا لتاني يوم، فبتكون عندي الخيوط هذه جاهزة ما بستنى إنه ياخد مني مواد. فممكن إنه تحضيراتنا وتجهيزاتنا الأولية للمواد هي بتخليني ما أخدش يعني بصراحة وقت كتير. المشغول هذا بضيف عندك طاقة إيجابية، بتزيني في بيتك كأي سيدة فلسطينية. ثاني شيء بيعطيكي حب وشغف، أنت بتشتغلي حاجة أنت بتحبيها فبيعطيكي سعادة. ثالث حاجة اللي هي إحنا الحمد لله يعني من 5 سنوات إنه أضاف إلنا الموهبة، أعطتني أنا مادة يعني أعادت علي بعائد مادي، فهذا شيء كان له مردود إيجابي يعني لدى أفراد الأسرة عندي.